Bismillahirrahmanirrahim. An Cabir ibn Abdillah el-Ensari an Fatıma Zehra aleyhisselam binti Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyka al-Samitu Fatıma tenna kalem dekhala aleyya abi Resulullah fi dar el-ayyam fekala assalamu aleyke ya Fatıma fekultu aleyke selam kala inni acidu fi bedeni zufan فقلت له أعوذك بالله يا بدر من الظروف فقال يا فاطمة إتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيت بالكساء اليماني فغطيت به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلى له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا صوت وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت عليك السلام يا قرة عين وثمرة فؤادي فقال يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تأتى الكساء فأقبل الحسن نام الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أعطاذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب هذه قد أذنت لك فداخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختاره الله آتاذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل إن ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأن راية أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أعتذر لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك ودخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بدر يا رسول الله أعتذر لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وهما بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لهمهم زهمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمه ويعذرني ما يعذرهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكاتي ويا سكان سمواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بارا يجري ولا فلكا يصل إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال آمين جبرائيل يا ربي ومن هم تحت الكساء فقال عز وجل هما أهل بيت نبوة وما أدن رسالة فاطمة وأبوها وبالها وبنوها فقال جبرائيل يا ربي أعتذر لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال
اللون مقدد انطلقا فهبط الامين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي العلا يقرأك السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بارا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فألتزم لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين ما جئت إلا وكرمك لا أعتقد لك فقاتل إبراهيم ما نطاق القصة فقال اليمين الله قد دعا إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلت لوس نهار تحت القصة من الفضل عند الله. فقال نبي والذي بعث بلك نبيا واختفاني برسالة نبيا ما ذكر خبر نهار في محفل من محافل أهل الأرض في جمع من شيتنا ومحبيني محبينا وإلا ونزلت لهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرق. فقال علي إذن والله فرنا وفرض شيتنا ورب الكعبة. فقال نبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة النبي نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيتنا ومحبينا وفي مهموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا فكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وصعد وكذلك شيتنا فازوا وصعد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات الله. يا محمود بيت محمد يا علا بيت علي يا فاطر بيت فاطمة يا محسن بيت سلي كريم الإحسان بيت حسين عليه الصلاة والسلام إلهي محمد وآل محمد صدق يا الله سري مختصر مجلس من الله حديث قصة ثواب نظر دنيا ثواب مؤمنين دي صلوات من الله قرآن ثواب خالق کائنات محمد و آل محمد صد کے اپنے دربار عالیہ وچ پہنچا میرا اللہ اینا ثواب میرا اللہ محمد و آل محمد صد کے تمام مومنین والمومنات تک پہنچا اینا خاص میرا اللہ سہال حاضرین دے جتنی مرحومین مرحومات اس دنیا دے چلے گئے میرا اللہ انہیں دی روح تک پہنچا میرا اللہ انہیں دے درجات بلند فرما اس مقدس میرا اللہ ذکر دے صدقے میرا اللہ انہیں دے خطا میں کلو در گزر فرما انہیں دے منازل آسان فرما میرا اللہ بیمار کو شفا کلی عطا فرما میرا اولاد کو اولاد نصیب فرما جنہیں دے بچے دے تعلیم میرا اللہ انہیں کامیابی عطا فرما الہی جڑے زیر تعلیم انہیں کو توفیق عطا فرما محمد و آل محمد صدقے میں اللہ سا سارے دل گھرے تے رحمت دا نزول فرما میں اللہ میں ہی آج دی میرا اللہ مختصر ڈیوٹی میرا اللہ حاضری قبول فرما میرا اللہ سارے انداری میں محبت اتفاق دی دولت عطا فرما محمد و آل محمد صدقے میرا اللہ اپنے علیم نے قبول سر فراز فرما حاضرین نے حاجات شریعہ پورے فرما سارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما میرا اللہ سب کو صحیح معنی نمازی بنا الہی محمد و آل محمد صد کے داشت گرد کنی تو نابود فرما سارے بار میں آقاد ظہور فرما ساری دعا کو مستجا فرما اللہم تقبل منا انک انت سمیع العلیم اللهم صل على محمد وآله